لبيك، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات والخطة الشمولية للفجيرة 2040 في حماية المصادر الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية، طورنا التطبيق الذكي لبيك لتكون عيوننا معكم ساهرة ترصد الأخطار وتضمن سلامة المسار. تعمل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في إطار محكم لأمن المعلومات وتهتم بخصوصية المستخدم، وحصلت بموجب هذه السياسة على شهادة ايزو 27001. التطبيق متاح مجاناً في متاجر تطبيقات الهاتف الذكي جوجل بلاي وبلاك بيري وورلد، أبل آي تيونز وويندوز فون ستور. عند تثبيته على الهاتف يتم اختيار اللغة العربية أو الإنجليزية مع إمكانية تغييرها لاحقاً. يضم التطبيق شريط أخبار ويرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي. لاستعمال التطبيق والتبليغ عن حدث بيئي، يكتب المستخدم نص رسالته في التطبيق مسجلاً اسمه ورقم هاتفه إن رغب بذلك، ويمكن أن تكون الرسالة مصحوبة بصورة أو مقطع صوتي أو فيديو. ويرسل الرسالة، فتصل مباشرة إلى مكتب عمليات لبيك مع معلومات تحديد موقعها ونوعها. يستلم المرسل فوراً رداً مصحوباً برقم المتابعة لكي يستطيع معرفة الإجراءات الميدانية المتخذة ومتابعة الحالة. يقوم مكتب خدمة لبيك بتحويل البلاغ إلى المفتشين أو الجهات المختصة داخل المؤسسة أو خارجها. ينفذ المختصون الحل الميداني اللازم ويرسلون النتائج الموثقة إلى مكتب خدمة لبيك. يرسل مكتب خدمة لبيك رسالة عبر تطبيق لبيك مع صور أو فيديو تبين الحل الميداني الذي تم إنجازه. كما يمكن للعميل متابعة ما تم إنجازه عن طريق رقم المرجع الذي يحصل عليه عند تقديم البلاغ الخاص بكل حالة. إن مبادرتك لاستخدام تطبيق لبيك تمنحك الفرصة للقيام بدورك المجتمعي في نبذ المظاهر السلبية وإرساء المشاهد الجمالية للبيئة وحمايتها من أي مخاطر قد تهددها. يغدو وطننا مثالاً يحتذى به بين الدول، ونسعد جميعاً بحياتنا الأفضل في وطن السعادة، ونظل دوماً في المركز الأول بين الشعوب.